أجدد طريقة لعمل اللانشون البيتي باستخدام الرز المصري العادي بطريقة سهلة جدا وبكمية كبيرة قوي. ده شكل اللانشون، شايفينه متماسك ازاي وحلو جدا ازاي، وكمان لونه حلو جدا. لو أول مرة تشوفوا الطريقة دي ولو جربتوه وعجبكم، أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة. أول حاجة هنحتاج نص كوباية من الرز مغسولة متصفية كويس، هنحطها في حلة وهنضيف على الرز كوباية ونص من المية. حجم الكوباية بياخد 150 ملي، وهي كوباية العصير العادية. بعد كده هنغطي الحلة ونحطها على نار هادية أو نار متوسطة، ونسيبها لحد ما الرز يتشرب كل المية ويستوي. الرز بيكون زي الرز المعجن بالظبط. هنضيف على الرز معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة صغيرة من الثوم البودر أو معلقة ثوم مهروس وتلات معالق صغيرين من البابريكا، وكمان هنضيف نص معلقة شطة، وكمان هنضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان هنضيف 4 بيضات، ولو حجم البيض كبير يبقى كفاية 3 بيضات فقط. بعد كده هنضيف نص كوباية من الزيت، زيت الطعام العادي، وتلات مثلثات من الجبنة، أي جبنة تحبوها، أو 3 معالق من الجبنة الكيري، وهنضيف كمان مكعبين من مرقة الدجاج. هنقلب المكونات دي كلها الأول بالمعلقة، بعد كده نعملها بالخلاط العادي أو بالهاند بلندر. انا عملتها بالهاند بلندر، لو ما عندكوش هاند بلندر انقلوها في شفشق الخلاط واخلطوها بالخلاط كويس جدا، وممكن كمان تستخدموا الكبة. بعد ما المكونات تنعم خالص هنضيف عليها معلقتين كبار من النشا، وبرضو نفضل نخلط في المكونات دي بالخلاط لحد ما النشا تختفي تماما. بعد ما النشا تختفي تماما هنضيف 5 معالق كبار من الدقيق بالتدريج. هضيف معلقتين واقلبهم لحد ما الدقيق يختفي تماما، بعد كده هضيف معلقتين تانيين وافضل اقلب فيهم برضو لحد ما الدقيق يختفي تماما، واخر حاجة خالص هضيف المعلقة الخامسة، وافضل برضو اقلب في المكونات دي لحد ما يمتزجوا كويس جدا مع بعض. اخر حاجة خالص هنضيف لون الطعام الاحمر، حاجة بسيطة خالص، ونقلبه كويس مع المكونات دي. ولون الطعام اختياري خالص، ممكن تضيفوه ممكن لا. بعد كده لو حابين نضيف عليه شرايح الزيتون المخلي ضيفوها، وممكن كمان تضيفوا الفلفل الاسود الصحيح. وهنقلب الزيتون بالمعلقة، وكده خلاص عجينة اللانشون خلصت. بعد كده هنجيب كيس ستريتش، وده اللي هنسوي فيه اللانشون، ونقطع منه حتة كبيرة ونحطها على الرخامة، بعد كده نقصها بالمقص. دي كفاية، هتكفي اللانشون ده، هيعمل لي 3 قطع كبار. بعد كده هفضي 1/3 كمية عجينة اللانشون على الكيس، واتني الكيس بالشكل ده من ناحيتين، بعد كده اقفل الكيس من الناحية دي، هربطه كده بالشكل ده. بعد كده هلم العجينة على الناحية التانية، هلمها كده خالص عشان اللانشون ما يكونش فيه اي فراغات، وبرضو اربط الكيس من الناحية التانية واقص الزيادات بالمقص. بعد كده اجيب قطعة من الفويل او ورق الالمونيا واحط فيها اللانشون، ولفها على اللانشون كويس جدا، بعد كده اقفلها من ناحيتين
وهكذا لحد ما تخلصوا كل الكمية. عملت معايا 3 قطع بالشكل ده. بعد كده هحط حلة كبيرة وفيها مية واسيبها تغلي على النار. بعد كده اسقط فيها اللانشون واغطيها واسيبها ساعة كاملة على نار متوسطة لحد ما اللانشون يستوي. بعد مرور ساعة بشوف اللانشون اذا استوى ولا لا، بجيب سلاكة واحطها كده في اللانشون ادخلها كده، لو طلعت نظيفة كده اللانشون يكون استوى، لو طلع عليها بواقي من عجينة اللانشون اسيبه كمان ربع ساعة. بعد كده اطلعه من المية وافكه كده من ورق الالومنيا. بعد كده وهو في الكيس ادخله التلاجة واسيبه حوالي 4 ساعات او 3 ساعات لحد ما يبرد خالص ويتماسك. وممكن لو عملتوه من بالليل ما تقطعهوش الا الصبح. شايفين اللانشون عامل ازاي؟ ملمسه ناعم جدا، مفيهوش اي تشققات خالص، ومتماسك جدا جدا. دلوقتي هنشيل الكيس من عليه عشان اوريه لكم. دلوقتي هنقطعه مع بعض، هتشوفوا ازاي متماسك من جوه، مفيهوش اي فراغات خالص. دلوقتي هنقطعه، بيتقطع بسهولة جدا وما بيتفتفتش خالص. احلى من اللانشون اللي بنعمله بالدقيق بس، وطعمه كمان جميل جدا وبيدينا كمية كبيرة جدا. اتمنى يعجبكم وتجربوه. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.